اهلا اهلا وسهلا، هايركم زين، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي. شكرا على الثقه الدائمه والمتجدده في ذات كاب اف ام. نشكركم برشا اللي اخترتوا الفريكونس 91.5 95.2 105.6 كما العاده، حصتكم النسائيه الاولى في تونس، باش نهتموا بجل المواضيع اللي تهمكم، تهم صحتكم، تهم صحه العزاز عليكم وصغيراتكم. زيدا اليوم باش نتلهيو بالكدا بالمراه، باش نحكيو على تكيس المبايض من جهه، وباش نحكيو على اهميه الرضاعه الطبيعيه من جهه أخرى. نعرف اللي عندكم برشا أسئلة ممكن في أذهانكم تويكا، ولا حتى تسألوا فيها لبعضكم، مرحبا بكم الأخصائيين موجودين باش يجاوبوا على تساؤلاتكم. تنجموا تكلمونا وإلا تتفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية الوحيدة راديو كابا فيم، تنجموا تلقاوها طبعا، تتابعوا فيديوهاتنا الكل، تتابعوا أخبارنا أول بأول، ونتفاعلوا معاكم ومع مساجاتكم الحلوة. خلينا نشوفوا كل قفيفة شنو فيها يا مولا، زعما خفت على البارحة شوية ولا زادت؟ يلا هذا نكتشفوا تو سويت. كابتي المرشي كما العادة الأسعار يقدمها لنا أول بأول رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. أهلا وسهلا. صباح الورد، صباح الفل، تحية ليك، تحية مشاهديك ومستمعيك وفريق العمل معك. عايشك ربي يخليك. سي لطفي الرياح، إذا كان تقدم لنا الأسعار، ما شفناش ارتفاع البارح، يظهر لي مازلنا في الاستقرار. بخصوص الأسعار بشنو برقي نعطيك أهم الأسعار بالنسبة للخضروات. بصل الجاف 1480، معدن 600، فلفل 2800، فلفل حار 2300، بطاطا 1600، طماطم 980، السفناريا ب 1480. بالنسبه للغلال الدقله فروع ب 7900، الانزاش ب 6000، التفاح ب 500، القرص ب 2500، الرومان ب 2300، الكليمونتين ب 4500. بالنسبه للدجاج الجاهز للطبخ 9700. بالنسبه للبيض الحاره دينار و480، سكالوب 16 دينار و800. هذه بالنسبه للحوم، قاعد اللحوم ديما في ارتفاع، قاعد في 40 دينار لحم الضان، العلوش، لحم البخري 37 دينار، بقري بالعظم 22 دينار. هذه اهم الاسعار اللي نلقاوها في السوق. هذه اهم الاسعار، ما تشوفش اللي فما شويه ارتفاع في الغلال سي لطفي؟ اي ثم ارتفاع في الغلال ديما، ثم استقر في بعض المواد، ثم ارتفاع في بعض المواد، اما ديما ما ثمنش القفزه ذيك الكبيره، ارتفاع نسبي تنجم تقول ماهوش فيه قفزه كيما كي نقارنوا. اي كي نقارنوا بعامني ولا بالسنه الفارطه، نشوفوا فما ارتفاع كبير والا تقريبا نفس الاسعار؟ تقريبا في مواد نفس الاسعار، ثم ارتفاع في مواد اخرى. واضح. يعطيك الصحة يا سي لطفي الرياحي، شكرا لك على التواصل، شكرا لمدنا بالمعلومة أول بأول. سمحنا في تعبك من جديد سي لطفي، مشكور جدا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. كانت هذه كابتن المرشي، تحية تمل بن سليمان في الإخراج والإخراج الرقمي، وباش تبدأ معكم بالطرب كابتن الموجة مع كابتن فهم.